يدرس لبنان استبدال العمل بنظام آخر لتحديد جوجل مابس. حيث أبلغ العديد من اللبنانيين أن موقعهم على الخريطة على الإنترنت يظهر في مطار رفيق الحريري الدولي، فيما أنهم يتواجدون في مكان آخر، علماً أن تحليل البيانات بين المناطق الجغرافية يثبت أن إسرائيل تقف وراءه، لأن عملية التشويش عبره تتم بسهولة كونه أمريكياً. بينما لا يوجد تحديد تقني لمصدر التشويش. عدد كبير من اللبنانيين يشكو من جودة الاتصالات، وسط مخاوف من أن تكون الاتصالات باتت تحت رحمة الخرق والتشويش من العدو، فيما أكدت وزارة الاتصالات أن لا خرق لأنظمتها في لبنان نتيجة التشويش. فتأكدوا من مكان تواجدكم، جوجل مابس ليس دائما على حق.